باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، أمين. محبة أبدية أحببتك، من أجل ذلك أدمت لك الرحمة، يقول الرب. ويكون الرب ملجأ للمنسحق، ملجأ في أزمنة الضيق، ويتكل عليك العارفون اسمك لأنك لم تترك طالبيك يا رب. معاكم سرية. أنا شفت المسيح كتير النهاردة، الجزء 42. الحقيقة كنت بسأل ربنا هنتكلم عن إيه النهاردة، رد علي وقال لي هوشع. من بداية أيام الخليقة ما كانش فيه غير أبونا إبراهيم بعد نوح، اللي قلبه كان مع ربنا وفرح ربنا بيه ووعده وقال له أجعلك أمة عظيمة وأباركك وأعظم اسمك وتكون بركة وأبارك مباركيك ولعينيك ألعنه وتتبارك في جميع قبائل الأرض. وجي أبونا إسحاق وبعده جه يعقوب، ويغير ربنا اسم يعقوب لإسرائيل، ومعنى هذا الاسم يجاهد مع الله أو الله يصارع. وتكون من هنا شعب إسرائيل الـ 12 سبت أولاد يعقوب، وسميهم ربنا كرم رب الجنود. وطبعا ده كله واحنا عارفين. وسمى ربنا شعب اسرائيل ابنه المحبوب، او كرم الرب، او نصيب الرب. ان كرم رب الجنود هو بيت اسرائيل وغرس لذته رجال يهوذا، فانتظر حقا فاذا سفك دم، وعدلا فاذا صراخ. انتظر ربنا من كرمه المشتهى المعروس في العالم، يعلن حق وعدل ربنا للعالم كله ويعلمهم، ولم يجد لحق ولا عدل. رعاة كثيرون أفسدوا كرمي، داسوا نصيبي، جعلوا نصيبي المشتهى برية خريبة. وكان دايما ربنا يتكلم كمان ويقول الكرمة والتينة. التينة هي الكيان أو الأمة اليهودية، أو يكون بيتكلم عن القيادة، سواء القيادة الدينية أو السياسية أو المجمع اليهودي، دي المؤسسات القيادية. أو بيتكلم عن العاصمة أورشليم اللي دايما كان فيها القيادات السياسية والأساسية. يبقى الكرمة هي الشعب، والتينة هي القيادات المسؤولة عن الشعب لتحقيق الحق والعدل للشعب وللكيان كله، ومنهم كان ربنا بيحطهم عشان يعلم كل العالم. سفر هوشع بيعبر عن الآب المحب، ربنا الآب الحنين على ابنه المحبوب ليه. وبعد ان حرره من العبودية في مصر، وكان يرفعه كالطفل إلى خديه وينحني يقدم له طعاما في فمه، كان بيرعاهم في البرية وشايلهم على أجنحة الرسور. وكان الشعب وما زال غلام، يحتاج ان أمه تمسك إيده وتعلمه المشي وتعرفه الطريق. الله أرسل لهم الأنبياء كمربية تسمعهم صوت الله وتعليمه. ولما كبروا وارتاحوا في كنعان ووصلوا لحد كنعان، بدأوا يتمردوا عليه وأغزوه وخانوه. والمشكلة الأكبر كمان إنهم بدأوا يتحدوا ربنا ويقفوا ضد ربنا، ودي كانت المشكلة الكبيرة. كان ربنا معاهم من أول الطريق، يساعدهم ويعولهم وياما حارب عنهم وهزم شعوب قدامهم، لكنهم تعدوا على ربنا. والمشكلة زي ما قلنا أصبحوا ضد ربنا وعاشوا في تعد وتحد يوميا ضد ربنا. وإحنا النهاردة زيهم بنتعدى على ربنا وحقوقه فينا، والعالم بيتحدى ربنا النهاردة كمان بتقنين الزنا والشذوذ والإجهاض في الدول المتقدمة. وبيعلموا أولادنا كده في المدارس تحت شعار الحرية وحقوق الإنسان، وكل اللي هيسمح بيه ربنا على العالم. بصراحة إحنا نستاهله ونستاهل أكتر منه كمان. سفر هوشع بيعبر عن قلب ربنا المحب الموجوع علينا وعلى العالم. هوشع بيعبر عن محبة الله لشعب خاين العهد. كم مرة خنا المسيح ووصاياه وعهوده، والخيانة بيعبر عنها بالزنا. هوشع كان قلبه مكسور على حالة بيته وأولاده، وربنا قلبه مكسور علينا وعلى حنا. ربنا عايز نبيه يحس بإحساسه، وعايزنا إحنا كمان نحس بإحساسه ونقدر عمله فينا. ويمكن علشان ربنا شاف وعارف قد ايه قلبي بيتوجع قوي على حال الناس،
ربنا حطيني عشان يعلمني وخلاني حاولت مع ناس قصات القلوب قوي، وشاف قد إيه كنت حزينة وببكي عليهم رغم إن منهم كتير ما كنتش أعرفهم، ومنهم خدام مرائين ولا مبالاة، وبيوجع قلبي قوي الموجودين جوه الكنيسة أكتر من البعاد عن الكنيسة. كان بيوجع قلبي قوي لما أشوف قائد أعمى ويقود عميان وفرحان قوي بنفسه بيهم، وقد إيه الأنانية والذات أصبحت متفحشة ومش حاسين بقلب ربنا الموجوع. وكتير كان البابا كورولوس يقول لي ابعدي دلوقتي، يا دوب الخدام دول على قد الناس دي. كنت بستعجب لحد ما علمني التمييز واشوف حكمة ربنا فين في المواضيع. سفر هوشع هو أول سفر في الأنبياء الصغار اللي هم 12. حبقوك كان نبي الإيمان، وزكريا نبي الرجاء، وهوشع نبي المحبة. ببساطة سفر هوشع 14 إصحاح. أول 3 إصحاحات هو القسم الشخصي، وبعد كده القسم النبوي من إصحاحات يبدأ من 4 لحد 14، والقسم النبوي كمان بينقسم لـ3 أجزاء: الذنب يعني ذنب الأمة، التأديب يعني القضاء على الأمة، الرد يعني ردهم في النهاية لربنا. النهاردة يمكن نقدر ناخد القسم الشخصي والجزء الأول من القسم النبوي اللي هو ذنب الأمة. ما اعتقدش بعد كده هيكون في وقت، فبنعمة ربنا نكمل المرة الجاية. شعب إسرائيل كان منقسم لمملكتين، إسرائيل ودي مملكة الشمال وهم 10 أسباط من 12، وتسمى إسرائيل أو إفرايم لأنه كان أشرهم، وكل ملوكها كانوا أشرار وعاصمتها السامرة. مملكة الجنوب وتسمى يهوذا، وملوكها كان بعضهم أبرار وعاصمتها أورشليم، ودول اللي جي منهم المسيح. شاهد هوشع سبي إسرائيل يعني مملكة الشمال عام 722 بواسطة أشور، وعاصر عاموس النبي في إسرائيل، وعاصر أشعيا النبي وميخا النبي في مملكة الجنوب في يهوذا. الجروب ده كان تقريبا في نفس الوقت. بينا على القسم الشخصي من إصحاح 1-3. كاتب السفر هو هوشع بن بئيري. هوشع هو اسم عبري معناه يهوى يخلص، منها جت كلمة يشوع أو يسوع، يسوع، وبن إيري يعني بير المية، يعني يسوع المخلص ابن ينبوع المية عايز يقعد معاك عند البير زي ما قعد زمان مع السامرية ورواها بمياه الروح القدس وغيرها الكاريزة عظيمة، لأن هو القادر على كل شيء. من محبة ربنا ينزل لينا ليخلصنا ويعلن ذاته لينا ويرمينا هو ينبوع الحياة، فندرك الأمور غير المدركة ولا المنطوق بها. واللي تألم حبا فينا مش هيخبي عنا أي حاجة من المعرفة الضرورية لتهذيبنا وينقينا، وبيسمح أن تتنازل النعمة وتملى النفس وقوة الروح القدس تغطينا لتقديم المعرفة لينا. هو ينبوع الحياة. بيكشف بالسفر عن شوق ربنا للبشرية لأنها عروسه اللي بيطلب الاتحاد بيها عشان تعيش معاه في سماواته وتقدم له أولاد مقدسين في الحق والعدل. علاقة ربنا بالبشرية بتقوم على أساس العلاقة الشخصية اللي بتربط ربنا بالإنسان داخليا، أساسها مش الفردية المنعزلة ولا الأنانية. بيقدم فكرا روحيا جماعيا ويحطم كل ميل أناني وإنعزالي فينا عشان أبقى عضو بين أعضاء كثيرين ونكون جسد المسيح الواحد ونتعامل مع بعض. لكن الشعب هنا سبي إلى أشور زي حمار وحشي معتزل بنفسه. الأنانية والذات تخليك فريسة للشيطان، لازم ناخد بالنا من دي. حب ربنا يشوف عروسه زي كرم عنب وسط البرية القاحلة وشجر التين بكر وسط أشجار العالم غير المثمرة. كان مشتاق يفرح بيها قائلا: التينة أخرجت فجها وقعال الكروم تفيح رائحتها. هي تينة وكرمة المفروض أنها تفرح ربنا والناس، لكنها أحزنت قلب ربنا وعاشت لنفسها تاكل خير وتعبد غيره. شعب الله عروسه أصيبة بمرض وجاي عريسها كطبيبها الحقيقي اللي يقدر وحده يشفيها. هو بيجهزها، كان لازم يفضح قدام عينيها مرضها من كل الجهات عشان تعرف خطورة حالتها، فتقبل من إيديه المشرط اللي يجرح ليشفي ويؤلم ليهب تعزية ليردها إليه بالحب.
لكنها للأسف قدمت نفسها طعاما لعدو اللي اسمه بعل فغور، يعني السيد أو رب الفجور، ومعنى الاسم كمان حفرة أو فجوة داخلية فارغة. لكن ما لها إسرائيل بكل نجاسة وفجور ولا تشبع ودعار وخزي. عوضا عن غريزها الحقيقي يسوع اللي رواها بدمه الثمين على الصليب وأنعشها بروحه القدوس كبكر عن البشرية، وهو سر الشبع الحقيقي لكل فجوة داخلية في نفسها، بتسلم نفسها للفجور فتصير عنبا رجسا وتينة فاسدة. وقال ربنا: وأخرب كرمها وتينها واجعلها وعرا فيأكلها حيوان البرية. وفضلوا مش حاسين بنفسهم وفاكرين انهم مع عريسهم الحقيقي ماشيين، وعشان يحسوا بجرح قلب ربنا قال ربنا لهوشع ان يتزوج بامرأة زانية. بيأمر ربنا نبيه في الإصحاح الأول: اذهب خذ لنفسك امرأة زنا وأولاد زنا، لأن الأرض كانت زنت زنا تارك الرب. تزوج امرأة اسمها جومر، في العبرية يعني كمال، بس هنا كمال الاسم يعني فاضل كسوة ملأ. وأما دبلايم أبوها فتعني كعكة مزدوجة من التين المضغوط أو العناق المزدوج. استمرت جومر في شرها، تلد أبناء زنا بالرغم من زواجها من نبي طاهر ومبارك. يعني بيه إسرائيل في زنه الروحي بالرغم من إعلانات الله ليه عن اتحاده بيه. ولم يتنجس هوشع طبعا بسبب جومر، بل صارت جومر في دينونة أعظم، ومطلوب من النبي أن يحب مراته وأولاده ويشعر بالألام النفسية. ترك الله هوشع ليشعر بمشاعر الله مع شعب قاسي. الله محب وأمين لعهوده، لكن مع شعب قاسي وعاصي وخاين. صعب علينا ان احنا نتقبل زواج النبي هوشع بزانية، وازاي قابلين او عايزين نقبل اتحاد الله بينا في قساوتنا وعنفنا وفساد بشريتنا، وبنكسر قلب ربنا كل يوم. يلا بينا على القسم الثاني، القسم النبوي. اول سؤال: ما هو ذنب هذه الأمة؟ ما هو مرض هذه الشعب؟ دي أمراض كتير. أول خطية الإزدواج. الإزدواج هو دبلايم أبو جومر، وبيضحك تاني عليهم وعلينا إبليس يخلينا نعيش حياة الإزدواج، أي عناق الشعب للبعل والله في نفس الوقت. ودي أول مشكلة في حياتي، أنا عايز ربنا أعبده والمال والعالم وذاتي وشهواتي، ودي أصنام حياتي. أنا عايز ربنا وفي نفس الوقت عايز كل حاجة. بقينا زي شجرة التين الجميلة المورقة وما فيش ثمر الروح فيها، وفي الكنيسة ما فيش علاقة حقيقية مع ربنا، والعالم يتعبد لإبليس ويفرض نفسه علينا، وما بقاش عندنا جراءة نقول له أنت غلط، وبقينا مش عارفين نفرق بين الحكمة والرياء والخباثة، وعايزين نعيش كله مع بعضه. يبقى أول خطية الإزدواج. تاني خطية: لأن الأرض زنت زنا تارك الرب. معناها أن إسرائيل بانحنائها نحو الأمور الأرضية صارت أرض بلا سماء أو جسد بلا روح، أصبحت إناء لا مسر فيه. وبتعبر الرسالة عن حالة الانحلال الخلقي والديني، وواضح حوادث الفوضى والقتل وعبادة الأوثان والزنا والكبرياء، زائد حالة الركود الروحي اللي اتسم بها الشعب في كل فئاته من قيادات دينية أو مدنية، حتى الرعية نسي ربنا. لا معرفة الله في الأرض، لذلك تنوح الأرض، صارت إسرائيل أرض وتراب بسبب فسادها اللي حرمها من معرفة الله، مع أنه خطبها لنفسه بالأمانة لتعرف الرب. وبسبب الظروف وعدم الاستقرار، ولأن الهجوم الأشوري كان على وشك الحدوث، جاءت النبوة بكلمات صعبة مختصرة، وولدت جومر لهوشع النبي ثلاثة أبناء. الأول يزرعيل، أي يزرع، أي ما يزرعه الإنسان إياه يحصد. والتاني كانت بنت اسمها لورحامة، تعني لا أرحم إسرائيل بل أنزعهم نزعا. والتالت ولد اسمه لعمي، لأنكم لست شعبي وأنا لا أكون لكم. ويرجع تاني ربنا يرحم ويقول أخلصهم بالرب إلهم، أي بيسوع المسيح، وينتظر عودتهم إليه ليردهم لي في أكثر بهاء وأكثر مجدا. وترجع كومر،
بعد كل الوعود وتسيب البيت وترجع في اتجاه البعل لأنها كانت مكرسة لي مش لربنا، وتترك جوزها وأولادها وتكسر قلبهم. ويرد ربنا عليها: فبعد أن أحببتك فضلا، حممتك بالماء ومسحتك بالزيت وتاج جمال على راسك، فتحليت بالذهب والفضة ولباسك الكتان والبز المطرز، وأكلت السميز والعسل والزيت، وجمولتي جدا جدا فصلحت المملكة. خلاها ربنا ملكة وجهزها للمملكة السماوية. ويعاتبها ربنا: أخذت بنيك وبناتك الذين ولدتهم لي، لأنهم ولاد ربنا، وذبحتهم لها طعاما، أهو قليل من زناك أنك ذبحت بنية وجعلتهم يجوزون في النار لها دي للبعل. ذبحت أولادها للأصنام طعاما. ما أمرت قلبك؟ ويل وويل لك، يقول السيد الرب. تالت حاجة: لا أمانة ولا إحسان ولا معرفة الله في الأرض. لا أمانة مع نفسهم ولا إحسان مع الآخرين ولا معرفة ربنا. حالة محزنة للشعب والملوك والرعاة. ما هو اللي ما بيعرفش ربنا؟ لا بيعرف يحافظ على نفسه ولا على غيره. قد هلك شعبي من عدم المعرفة. ربنا اختار اليهود كشعبه، يعني كرمته الغالية الملوكية والقيادات، وهم التينة، ليؤثروا في العالم كله ويقودوا العالم نحو الحق والعدل. أفسدت الخطية بصيرة الشعب والرعاة معا. الكل لا يرى إطعمه ولا يتعرف على أسراره. فشل الشعب والقيادات. الشعب كمان يخصم الكاهن ومش عاجباه قوانين وشرائع ربنا. زاغ الشعب هكذا الكاهن والملك وراء الطمع والشهوة والأنانية. جمح إسرائيل كبقرة جامحة، ارتبط إفرايم بالأصنام. فهيحصل إيه؟ فينزل على الجميع قضاء الله، وبيبدأ ربنا طبعا في التأديب. النتيجة إيه؟ تنوح الأرض ويذبل كل من يسكن فيها، مع حيوان البرية وطيور السماء وأسماك البحر أيضا تنتزع. الأرض المثمرة سبخة من شر الساكنين فيها. هو ده اللي حاصل وهيحصل في هذه الأيام النهاردة. لما نلاقي الطبيعة تعلن ثورتها على الإنسان، الأنهار تنشف وفيضانات تغرق بلاد وغابات تتحرق فيقل الأكسجين وترتفع حرارة الأرض وحروب وزلازل وبراكين، نعرف إن ده من شر الإنسان. وربنا بيضيق علينا ويسيبنا يضيق علينا ليؤدبنا عشان نرجع إليه ونتوب عن شرنا، لأن إلهنا صالح وبيحبنا وبيهم أمرنا، بس لما بيحزن يدينا ظهره. الحل: الدعوة للتوبة والرجوع ليه، لينعموا بالحياة معاه خلال قيامتهم من موت الخطية والتعرف على ربنا. التوبة هي تغيير الاتجاه في اتجاه ربنا، هي الطهارة والقداسة لنفسك، الرحمة للناس، المحبة لربنا وللناس، ومعرفة ومخافة الله. يعني حركة قلبية في اتجاه ربنا متحركة، إني أريد رحمة لا ذبيحة، ومعرفة الله أكثر من محرقات. رابعا: فقدانها الشبع. شخص ربنا مرضها هكذا: يأكلون ولا يشبعون، ويزنون ولا يكثرون، لأنهم قد تركوا عبادة الرب. إنهم يزرعون الريح ويحصدون الزوبعة، أصلهم قد جف، لا يصنعون ثمرا. عوضا عن الثمر المفرح للقلب يطلع الشوك والحسك على مذابحهم، وعوض اللذة يذوقون المر، إذ فينبت القضاء عليهم كالعلقة. المشكلة مش هتحصد بس قدر ما بتزرع، لا ده انت بتحصد أضعاف. بتزرع بذرة وتحصد شجرة مليانة ثمار، بتزرع ريح وتحصد زوبعة من المشاكل، وأصبح لا فائدة من المحاكمة أو العتاب. الكهنة مدانون لأنهم لم يعلموا الشعب، وأصل الشعب جف، وبدل حصاد الثمر بيحصدوا شك وحسد. رفضهم الله هم وكهنتهم وملوكهم. الكهنة صاروا لا يهتمون بتوبة الشعب عن خطيته، بل يبتهجون بتقديم ذبائح الخطية التي يأكلون منها. فجوة الجوع اللي جواهم مش هتشبع، والشعب بإزاي الأموات بلا ثمر. العقوبة للجميع
كهنة وشعب وملك، ولن تكون لهم بركة في شيء، ولا يستجاب لصلواتهم، يأكلون ولا يشبعون ولا يثمرون. الحل هو الرب شبعنا. يسوع هو العريس الحقيقي، الله ثمرته حلوة، كلماته حلوة، نوره حلو، حتى نيره حلو النفس. تعالوا نرجع إليه. خامسا، السحر والعرافة. شعبي يسأل خشبة وعصاه تخبره، لأن روح الزنا قد أضل لهم فزنوا. النتيجة شعب لا يعقل يسرع، إفرايم موسق بالأصنام. اتركوه وأسفه، اتركوه باليوناني يعني سيبكم منهم، خليهم على جنب، خرجوهم من دماغكم. جعلتهم كعاصفة تزريها الريح في أجنحتها، هاجمهم أشور كالنسر يلتهم الجثث، والباقية تشتتوا، لأنه خلاص ما فيش فيهم أمل، وهيرفع عنه ستره وحماه. لما ربنا لا يعاقب، ده معناه إن خلاص دول مش أولاده. فالأب يعاقب ابنه لو أخطأ، ولكنه لا يعاقب أولاد الآخرين، أولاد الشيطان. هم بزنيهم بقوا أبناء الشيطان، والشيطان يوقع الإنسان في الخطية وبعدين يفرح بتعذيبه لما ربنا يتخلى عنه. النتيجة اتركوهم في سبي الشيطان أبوهم وعصى تأديب أشور. ولاحظ دايما ربنا بيستعمل الأشرار كعصى تأديب في آخر الأيام. ارجعوا إلي يقول الرب فأرجع إليكم. سادسا، عدم التمييز. صارت كبقرة جامحة، كحمامة رعناء. بيتحدث عن رؤساء يهوذا كمان إنهم صاروا قناقل التخوم. يتحدث عن الشعب خلاص انخدع بالمظاهر كحمامة، لكن غبية بلا حنو ولا حكمة، بيترك البيت ويعيش في الغابات. وعن الرؤساء صاروا قناقل التخوم، يعني نزعوا العلامات الفاصلة بين تخوم مملكة الله ومملكة إبليس، بين عبادة ربنا الحي وعبادة البعل، بين الخير والشر. شكلهم مع ربنا عايشين في النور، وفي الحقيقة أبوهم إبليس متخفي فيهم، بيريح ضمايرهم، أغبياء أحياء، لكن في الحقيقة أموات. الحل، قلب العريس السماوي يريد أن يرى عروسه على مثاله، تحمل روحه القدوس، روح الحكمة والتمييز. لما بندخل لربنا خلال مذبحه المقدس، بنلتقي بيه في ذبيحته الواهبة الخلاص، وبنبقى زي العصفور اللي وجد بيته والحمامة الفرحانة. العصفور أيضا وجد بيتا، والسنونة عشا لنفسها، حيث تضع أفراخها. مذابحك يا رب الجنود، ملكي وإلهي، طوبى للساكنين في بيتك، أبدا يسبحونك. سابعا، ألا مبالاة في رياء. فروح عدم التمييز بيفقد الإنسان جديته في الحياة وتطلعه إلى الأبدية، ليسلك بلا مبالاة. يسمع صوت ربنا اللي بيدعوه ولا يستجيب، بيثق في نفسه لأنه إله نفسه، ولا يبالي نداء الله. هو فاكر نفسه مع ربنا، وطبعا الشعب بيضيع والكاهن مش شايف غير نفسه، ده لو شايف. حينما كنت أشفي إسرائيل أعلن إثم إفرايم وشرور السامرة، فإنهم قد صنعوا غشا، السارق دخل والغزاة نهبوا في الخارج. أخطر حاجة بتصيب الإنسان الغش، يغش الناس ويغش نفسه ويخدع ضميره، وفاكر نفسه يقدر يغش ربنا. قلبه مملوء سرقة ولابس ثوب التقوى. مدينة جلعاد وهي من مدن الملجأ في مظهرها بتضم رجال الله اللاويين، لكن في حقيقتها تضم فاعل الاسم. وبرضه في ناس كتير بقيوا كده بكل أسف. النتيجة تسلل المرض كالسارق إلى الداخل حيث الأعماق، فانفتح الباب للغزاة في الخارج، وصار الإنسان بكليته فاسدا. يحتاج إلى شفاء القلب والفكر والنية في الداخل، لعلاج السلوك الظاهر والمعاملات الواضحة، وإن كانت خطاياهم مخفية عن عينيهم أو من العمى مش شايفين أو مش شغلاهم، لكنها قائمة أمام وجه الله. الكهنة هم قلب الأمة، الرؤساء والملوك هم عقل الأمة. إذا فسد القلب وخلى من الحب والحنو والرحمة، وفسدت الراس وخلت من الحكمة والتمييز، والجسد فقد الطهارة والقداسة، ماذا ننتظر من الشعب؟ ثامناً، الكبرياء. قد أزلت عظمة إسرائيل
في وجهه. هم أقاموا ملوكا وليس مني، أقاموا رؤساء وأنا لم أعرف. بأقامتهم الملوك من ذواتهم وليس من قبل الله يشير لسلوكهم سلوكهم حسب إرادتهم الذاتية وتدبيرهم لأمور حياتهم دون الالتجاء لله أو طلب مشورته، فصاروا غرباء عنه، لا يعرفون الله ولا يستحقون معرفة الله ليهم. لا يستحقون معرفة الله ليهم، ده الأهم، إن ربنا يبقى عارفك أنت. واللي ما يعرفش ربنا هيتذلل اللي يسوى واللي ما يسواش، وحمي غضب الله. تاسعا الافتراء على الله. أنا أفديهم وهم تكلموا علي بكذب، أنا أنذرتهم وشددت أزرعهم وهم يفكرون علي بالشر، والنتيجة ويل لهم لأنهم هربوا مني. عاشرا الارتداد. لا يصرخون إلي بقلوبهم حينما يولولون على مضاجعهم، يتجمعون لأجل القمح والخمر ويرتدوا علي. تودد إليهم ربنا ليشفيهم، حسبوه عدوا لهم، تقولوا عليه بالكذب، هربوا منه كما تهرب الحمامة الرعناء من الأبراج لتحيا تائها بلا مأوى. قبلوا محبته بالعصيان ولطفه بالعداوة، ولما يرجعوا ليه، ده لو رجعوا، يرجعوا من أجل البركات الزمنية من قمح وخمر، لكن قلوبهم بعيدة كل البعد عن واهب هذه العطايا. الله كان يسندهم ويشدد أزرعهم، أما هم فيفكرون عليه بالشر، والنتيجة قد صاروا كقوس مخطئة، يجتمعون معا ويصرخون، لكن عوضا أن يضربوا بالقوس والسيف العدو بيحطموا أنفسهم وطاقتهم الداخلية، يصيرون في هزء وسخرية من الأعداء لأن الله قد تنحى عنهم. والحل يعود الرب فيرحم حسب كثرة مراحمه، هي جديدة في كل صباح، كثيرة هي أمانتك يا رب. محبة أبدية أحببتك، معقولة بعد كل ده؟ طب إزاي؟ هيرحمهم إزاي؟ طب خليها للمرة الجاية. بينا على الرؤية اللي أنا شفتها عشان الموضوع ده. شفت فجوة على شكل زي استاد كورة كبير قوي، مثلا يعني زي حفرة غويطة تحت الأرض بس بشكل استاد كبير كده، وعلى الكراسي اللي حواليه زي سلم خشب ممكن يطلعوا عليه، ده في رأيي، بس هم كانوا مش شايفين السلم ده، كانوا 10 درجات للسلم واخداهم لتحت، واضح ان هو كان قديم جدا. هم في رأيي زي الضربات 10 لمصر في وقت موسى النبي، او الخطايا 10 لشعب اسرائيل او افرايم او السامرة في سفر هوشع، يعني دي الخطايا اللي هم نزلوا عليها فبقيوا في الحفرة دي. من تحت في الحفرة في ترابيزات وكله مفتوح على كله من غير اي حدود، وعليها على الترابيزات دي حاجات للبيع من كل شيء، ممكن لعب أطفال، ملابس، أدوات كهربائية، أحذية، كله على نفس الترابيزة، مأكولات، وكان كل واحد بيشد من إيد اللي قدامه. كان الشكل بالنسبة لي كأني في مستشفى مجانين، بيتخانقوا ويتعاركوا على أي تفاهات. الناس دي كانت بتتلكك على بعض وعلى أي حاجة، حالة من الغضب المستمرة. بجد الناس دي شكلهم بالنسبة لي مساكين، هم عايشين كده ازاي؟ انا مش عارفة. لكن على كل، كان كل حاجة مخلوطة ومتلخبطة ببعض من غير اي ترتيب او تنظيم او حدود. اسفة حتى اني اقول، حتى الحمامات بدون حوائط، وفيه ناس حوالين الترابيزات وجوه الحمامات وكله شايف بعضه، عمالين الناس اللي على الترابيزات كانوا عمالين يقلبوا في الحاجات، شكلهم عنيف ومتكبرين، وقل اختلاف بينهم يتحول لعنف، مفيش حد بينظم، وفي نوع من الفوضى والتشويش، مفيش حاكم للمكان ولا رئيس من المكان. فقلت لنفسي ما تيجي ننظم شوية. المكان كان كئيب ومسيطر عليه روح شيطانية عجيبة، وهم مش حاسين بكده. حاولت أقول ليهم طب سيبوا المكان الكئيب ده وطلعوا على سلالم الخشب، لكن اللي كان منهم يحاول يطلع ليلاقي السلم يتكسر فورا، كأنهم محبوسين من زمان هنا، قيدين من إبليس. لكن في نفس الوقت كانوا مستهترين ومستسلمين للوضع اللي هم فيه، والمشكلة الكبيرة إن هم مش حاسين باللي هم فيه.
كانوا جعانين وجوههم حزينة، مفيش حاجة تفرح، والذهن مشوش والدنيا خراب حواليهم، ناس في حالة مرض روحي ميؤوس منها، متكبرين وزي العمي والطرش في نفس الوقت، وعايشين بدون حدود أخلاقية، وسلوكهم سيء قوي زي الحيوانات، ومستهترين كأنهم بعيد عن الحياة، ومستسلمين لأبوهم الشيطان، ودي حالتهم من غير ربنا وقت السبي. وكل ده ربنا مش عايز يفنيهم، ومن قلبه الجميل الحنين مش قادر يقطعهم، هيأدبهم فقط ويرجع يديهم فرص أخرى للتوبة. حقيقي المنظر عجيب والحالة عجيبة والناس دي عجيبة، وما فيش خلاص يقدر يخرجهم من المكان اللي هم فيه إلا المسيح. الحل ده هنشوفه في المرة الجاية إن شاء الله، ونتابع تاني سفر هوشع. محبة أبدية أحببتك، من أجل ذلك أدمت لك الرحمة، من أجمل الآيات. اسمحوا لي أرفعك وسبحك وباركك، أشكرك يا إله العظيم، أمجد اسمك القدوس، أسجد عند موطئ قدميك، لأنك إله العظيم القدوس، قدوس 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 الرب الإله القادر على كل شيء، الذي كان والكائن والآتي. قدوس 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 رب الصباوت، السماء والأرض مملوءتان من مجدك وكرامتك، لك الملك والقوة والمجد والبركة والعزة، لك كل كرامة والسيادة والرئاسة والسلطان، لك يا رب الحكمة والغنى والقدرة، لكل شيء يا إله العظيم القدوس الحي الأزل الأبدي. أمين.